حقيقة كانت هدفا رائعا جدا من مسافة بعيدة. شوف وين كانت ملعوبة، تصويبة متقنة من مسافة بعيدة جدا. هدف من الأهداف التي يعشقها الجمهور، تسديدة من بعيد تغالط حارس المرمى وتستقر في هذه اللحظات. نتابع الهدف من بدايته، بداية من الهجوم من المدافع لتأتي بعد ذلك هذه اللحظة. يا لها من نهاية، كرة تأتي بهذه الثقة بهذا الفن لا يسجلها لكرة الهدف. نشاهد مدى روعة هذا الهدف من مسافة بعيدة، كيف اختصرت المسافات وسكنت المرمى. تسديدة قوية جدا، صاروخية في المرمى. تسويبة كانت رائعة من بعيد، خادعت حارس المرمى وسكنت الشباك.